تأخير الموازنة بضرر كبير، لأن احنا نشتغل بنفقات ما يسمى الحد الأدنى اللي هي 1/12 من موازنة العام الماضي للنفقات الجارية أو المتحققة، واللي هي يقال تشكل في 15 تريليون يعني. بالوقت اللي أكو برامج في عام 2022 أكو تعيينات مهمة يعني وأساسية، وأكو هناك حقوق لبعض الناس سواء في القطاع الخاص أو قطاع الدولة، هناك مشاريع استراتيجية مهمة يجب أن تنفذ يعني. وتعرف إذا راح ندخل النصف الثاني من العام وإحنا بدون موازنة، خسارة في الوقت والجهد يعني، إذا وجود وفورات مالية كبيرة يعني. فإذا كان في اعتقادي القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية هو فد حل وسط يعني، جاء لسبب المناكفات السياسية إلى أن تتشكل حكومة جديدة وتقرر وتمرر الموازنة. لابد أن ندعم واقعنا الاقتصادي، لكن اللي يخاف منه ويتحذر واحد أن يكون هذا بديل لقانون الموازنة. يعني الموازنة لماذا لا تصدر؟ يصدر قانون الأمن الغذائي اللي هو بالأصل غير موجود بالخطة بالموازنة. فهذه المحاذير، لكن إذا كانت لخدمة المواطن وتوفير سلع ووضائع محلية وينطون تعهد أنه تشرع موازنة كما ورد في تقرير وزارة التخطيط والمالية فلا خوف من ذلك، تأكيد على أنه ليس بديلا للموازنة. Yeah, I'm so sorry.